ما حكم سفر الرجل لوحده؟ منهي عنه، منهي عن الراكب شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اليوم والحمد لله السيارات، يعني هذه الخطوط تجمع السيارات، ما كأنك بشارع، ما كأنك في سفر. نعم.